كقارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ فأمتنا ترقع ثوبها بالوهم تخفض رأسها ليهود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. وما قوم لوط منكم ببعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب قيس محمود من مسجد محمود ميمي. اليوم والحمد لله كان عندنا اختبار في مشروع الحفاظ، والحمد لله على طول أنا وإخوتي نتسابق في المنزل ومن أسرع حفظا وتلاوة أفضل. ونشكر منظمة والنيشن على متابعتها لنا وتقديمها الكفالات لنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.